مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله كنحتفلوا بالذكرى الغالية على كل مغاربة، الذكرى 47 لتخليد المسيرة الخضراء المضفرة، اللي هي واحد الملحمة تاريخية اللي كيشهد لها التاريخ بأكمله وكيشهد لها العالم بأسره. لهذا فاحنا خصنا دائما تكون عندنا واحد الروح ديال الوطنية، وكذلك نبقاو متشبتين بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحنا جنود مجندون وراء صاحب جلالة نصره الله. وبغيناكم تنتوما كأجيال صاعدة تكونوا ديما متشبتين بالوطن ديالكم تحت شعار الله الوطن الملك من طنجة للدويرة. والسلام عليكم. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. كريمة صابر رئيسة جمعية الرأفة النسوية للتنمية الاجتماعية، اليوم كنخلدوا الذكرى 47 للمسيرة المضفرة بمركز بنو زيدون فرصة الثانية للجيل الجديد. المسيرة الخضراء هي ملحمة تاريخية اللي كيشهد لها العالم بأسره، وحنا كنخلدوها اليوم ترسيخا لروح المواطنة عند التلاميذ. كذلك المسيرة الخضراء هي مسيرة النماء، تتلوها مسيرات أخرى في عهد الملك محمد السادس نصره الله. احنا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك من طنجة للقويرة. السلام عليكم، معكم زين بالعروسي إطار إداري في مركز بنو زيدون فرصة ثانية للجيل الجديد. اليوم كنحتفلوا بالذكرى 47 من المسيرة الخضراء اللي خلاها لنا الملك الحسن الثاني رحمه الله. تخليدا لهذه الذكرى هذه كنحتفلوا كل عام بها باش نرسخوا هذه الذكرى في عقول ديال التلاميذ، وتكون عندهم غير على الوطن، وهذه الملحمة هذه تاريخية تبقى جيل على جيل كتداول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.